أكثر من 527 حضانة خاصة للأطفال داخل الكويت تمارس وزارة الشؤون رقابتها عليهم، ومن خلال عملية التحديث الأخيرة التي قامت بها الوزارة كان عدد الذين تقدموا 216 حضانة فقط. إذن أين باقي الحضانات؟ هناك حضانات تم إلغائها من قبل أصحابها، هناك حضانات قامت بإغلاقها الوزارة يعني باتخاذ إجراءات قانونية بشأنها. يمكن هذا يعني العدد، ولازلنا حاليا أيضا قمنا بتمديد فترة التحديث إن شاء الله إلى نهاية الشهر الجاري. في السابق كانت الرقابة تمارس من خلال قسم تابع لإدارة المرأة والطفولة، أما اليوم ومع كثرة الحضانات الخاصة ارتأت الوزارة أن تنشئ إدارة متكاملة في منطقة القصور لاستقبال أصحاب الحضانات وفق ميكنة متكاملة. بعد عملية التحديث نستعد لإصدار رخص جديدة غير قابلة للتزوير. أيضا هناك في تغيير على اللائحة جاري العمل عليه الخاصة بتنظيم عمل دور الحضانات الخاصة، اللائحة التنفيذية للقانون. طبعا إضافة أن بدأنا في جزئية الاستحداث البيانات الخاصة بدور الحضانات حتى تكون هناك ميكنة متكاملة أساسية بعد مراجعة صاحب الحضانات حتى قبل انتهاء الترخيص، يكون موجود هذا في النظام جميع المستندات الخاصة بالحضانة من ترخيص، من مستند البطاقة المدنية، من الجهات الموافقة الجهات المعنية الخاصة في هذا الموضوع. وفي نفس السياق أكدت الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية هناء الهجري بأن هناك فرقة تفتيش بدأت عملها في رصد أي مخالفات، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن تلك الحضانات المخالفة. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.